لسه معاكم اعلان نوفمبر 2013 بيبر 3 فاريانت 2. السؤال الثاني عشان بس ما نضيعش وقت يا اولاد، تعالوا نفهم ايه قصه السؤال. دي امبولانس يا اولاد كانت واقفه هنا، كانت واقفه هنا في المنطقه دي، تمام؟ اذا كانت سرعتها كام يا اولاد؟ 0 متر بير سكند. الراجل شغل الجيت، شغل خرطوم المطافي، خرج ووتر باندفاع شديد بفرص قويه، فتزق الامبولانس ده، اتزق لورا، تمام؟ اتزق لورا خلاص. فطبعا وهو في النص هنا قاعد يأكسلريت، تمام؟ وصل للنقطة دي. النقطة دي يا أولاد فيها حاجة اسمها لايت جيت أو حاجة زي كده، لايت بيمز. العربية دي يا أولاد قطعت في شعاعين نور هنا، المسافة ما بينهم 12 مللي. قطعتهم في قد إيه يا أولاد؟ ها قطعتهم في قد إيه؟ في 0.08 سكند. بص معايا في السؤال، في 0.08 سكند، تمام؟ طبعا انا بفترض ان حضرتك قريت السؤال لوحدك قبل ما تتفرج على الفيديو معانا، تمام؟ فارجو ان حضرتك لازم قبل اي فيديو تكون اتفرجت على، تكون قريت السؤال قبلها، تمام؟ طيب يبقى واضح ان يا اولاد سرعه العربيه هنا هو الفاينل سبيد. يبقى ده الانيشال سبيد بتاعته بكام؟ ها ده الانيشال سبيد بتاعته بكام؟ بيو ايكوال صفر، تمام؟ الفاينل سبيد يا حبايبي بتاعته بكام؟ ده انا لسه هعرفها، بس المعلومه اللي عندي بتقول انه قطع الاثنين لايت جيت دول اللي هم 12 مليمتر، قطعهم في تايم قد ايه؟ 0.80 سكند، تمام؟ فهل يا ترى اجيب الفاينل سبيد؟ لا، انا عندي معلومه كمان بيقول لي ان الاكسلريشن 0.030 متر بير سكند. الاكسلريشن بايه؟ 0.030 متر بير سكند سكوير. يبقى خلال الفتره دي كان الاكسلريشن بتاعه ايكوالز 0.030 مترز بير سكند سكوير. يبقى انا معايا اكسلريشن، معايا انيشال سبيد، فاينل سبيد عايز احسبها. الراجل عايز مين؟ عايز مين؟ عايز التايم ميجرد. ايه التايم ميجرد؟ التايم اللي خدته العربيه من ساعه ما كانت هنا لغايه ما وصلت ايه؟ لغايه ما وصلت ايه؟ ورا بقوه الاندفاع. تعال نلم الجيفنز اللي عندنا، تعال نلم من فضلك الجيفنز اللي عندنا قبل ما نجاوب على هذا السؤال. حبايبي انا عندي اكسلريشن ايكوالز 0.030 متر بير سكند سكوير. متر بير سكند سكوير معايا. الانيشال سبيد بتاعت العربيه كانت صفر متر بير سكند. الفاينل سبيد بتاعت العربيه انا لسه عايز احسبها، تمام؟ وكمان الراجل عايز التايم، وكمان الراجل عايز الايه؟ لا خلاف يا حبايبي ان الاكسلريشن ايكوال في ماينس يو اوفر تي. يبقى ده معناه ان التي ايكوالز في ماينس يو اوفر اي. بس عندي مشكله، معيش الفي، وطبعا انا عايز، انا لسه حتى انا عايز احسب التي بس معيش الفي. هجيب الفي منين يا حبايبي؟ انتبهوا معايا. الراجل قال لي والعربيه راجعه في شعاعين لايت هنا، وهو راجع خلاص، هو كان هنا بقى وراجع، تمام؟ في شعاعين لايت هنا، قطع 12 ملم في 0.080 سكند. اهو قطع الشعاعين في وقت قد ايه؟ هنا يا ولاد ده اللي هيجيب لي الفاينل سبيد، ده اللي هيجيب لي الفاينل سبيد. يبقى هقول له كالاتي: الفاينل سبيد حضرتك ايكوالز ال 12 ملي، ال 12 مللي. طبعا 12 مللي دي هتتقسم على 1000، 12 مللي هتتقسم على 1000 لان لازم تكون بالمتر، تمام؟ ديفايدد كام يا اولاد؟ التايم، التايم اللي هو ايه يا محترمين؟ التايم اللي هو 0.080، تمام؟ حسبه الموضوع ده يا اولاد لو جينا حسبناها هتطلع 0.15 متر بير سكند. 0.15 ايه؟ متر بير سكند، تمام. يبقى انا كده اهو يبقى انا كده اصبح معايا الفي، الفي اللي هي كام؟ اللي هي اصبحت 0.15 متر بير سكند. ركز معايا، يبقى انا معايا الفي، معايا اليو، معايا الاكسلريشن. الراجل عايز التي، نعرف نجيب التي؟ هنقول له ايوه، تي ايكوال في ماينس يو على اي، اهي، تمام؟ يعني 0.15 ماينس صفر على الاكسلريشن اللي هو كان ب 0.030. الكلام ده لو حسبناه يا محترمين هيطلع زي ما هو ظاهر عندي على الكالكوليتر يا محترمين، هيطلع ب 5 سكندز. يبقى تاني قصه، العربيه كانت هنا، سرعتها كام؟ صفر. اندفع هذا الجت، الاندفاع ميه خطير، فزق العربيه لورا باكسلريشن، تمام؟ وصلت فاينل سبيد في المنطقه دي اللي حسبناه اللي هو طلع طبعا 0.12 ملي متر على 0.080 سكندز، اللي هي طلعت بكام؟ ب 0.015، او يا ربي لا، او 0.15، تمام؟ خلاص يبقى معايا فاينل سبيد، انيشال سبيد اهي، ومعايا الاكسلريشن. الراجل عايز نجيب التايم. هي المشكله كلها كانت في اني احسب الفاينل سبيد.